ما معنى كلمة مصر أو إيجيبت؟ مصر هو اسم دولة تقع في شمال شرق إفريقيا، وهي أكبر البلاد العربية من حيث عدد السكان. اسم مصر باللغة العربية يعود إلى مصرايم ابن حام ابن النبي نوح، الذي يذكر في كتاب التاريخ أنه أبو المصريين، الذي عاش في أرض مصر بعد انتهاء الطوفان الذي حدث وقت النبي نوح. يرى آخرون أن اسم مصر يعود إلى اللغات السامية مثل اللغة العربية، ويعني الأرض الممتدة أو البلد. في اللغات الأخرى غير العربية يختلف اسم مصر في النطق، فتسمى مصر في اللغة الإنجليزية إيجيبت وتنطق إيجيبت، وأصل هذا الاسم يرجع إلى العصر الإغريقي في اللغة اليونانية إيجيبتوس، حيث أطلق البطالمة اسم إيجيبتوس على مصر في هذا الوقت بناء على أسطورة هوميروس الإغريقية القديمة.